مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا هنا في ملعب حديقة الأمراء في إطار الدوري الفرنسي لموسم 2017-2018 في هذه الجولة الـ21 وبالتحديد أمام هذه الجماهير الكبيرة أول لقاءات البي اس جي هنا باريس سان جيرمان في ملعبه هذا الموسم بعدما لعب في لقاء كان أمام فريق نادي ران في إطار كأس فرنسا كان فاز 6-1 خارج ملعبه فاز أيضا على نادي إميان طبعا 2-0 في كأس الرابطة بالإضافة لفوزه على نادي نانت وبداية وانطلاق هذه المباراة باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 53 نقطة ونادي ديجون اللي بيحتل المركز العاشر حاليا برصيد 25 نقطة هذه البداية والانطلاقة كأس فرنسا كان فاز 6-1 خارج ملعبه فاز أيضا على نادي إميان طبعا 2-0 في كأس الرابطة بالإضافة لفوزه على نادي نانت وبداية وانطلاق هذه المباراة ريال مدريد 7 لقاءات بلقاء اليوم وهي الأولى دي ماريا أمامنا هنا في هذه اللقطة وفي هذه اللمسة وفي هذا الإبداع الكبير يسجل هذا النجم طبعا الهدف اللي أمامنا هدف الرابع هذا الموسم في إطار لقاءات الدوري الفرنسي أمامنا هنا لمسة حلوة كرة من جانب اللاعب أنخيل دي ماريا اللي بيسجل هذا الهدف المبكر في هذه الانطلاقة المثالية بص هنا الضغط استخلاص حلو قوي الحقيقة من دراكستر اللمسة الجميلة من فيراتي واللمسة الأروع في هذه الكرة لا يستطيع طبعا ريني حارس المرمى إلا أنه يتابع ويشاهد كما نشاهد هذه اللمسة الإبداعية من هذا النجم ماري جوردان ماري وكان طبعا إلى خارج الملعب لحظة تقدم كانت من الحارس كرة إلى خارج فني الحالي المهمة منذ 2012 الثاني عن طريق اللاعب أنخيل دي ماريا هنا في هذه اللقطة هذه نيمار وأنخيل دي ماريا وأمامنا هو بيقول له أكدتها لك هذه أمامنا هنا أنخيل دي ماريا يسجل الهدف الثاني في هذه الليلة طبعا الكرة وسهولة المرور وسهولة اختراق نادي ديجون اللي خسر آخر 5 لقاءات خارج ملعب 4 في الدوري وخسرته اللي كانت طبعا أمام فريق نادي ستراسبور طبعا في إطار مباريات الكأس شوف أمامنا هنا لاعبين ب يعني وضع اللاعبين النهارده تشوف مونيه بنشوف برشيتش بيلعب في الرقم 28 اللي بنشوفه النهارده ادي كره اماميه ادي امامنا كافاني بيحاول هل يحطم رقم زلاتان ابراهيموفيتش كافاني عنده 155 هدف حتى لوجريو المدير الفني الحالي المهمه منذ 2012 الثاني عن طريق اللاعب أنخيل دي ماريا هنا في هذه اللقطة هذه نيمار وأنخيل دي ماريا وأمامنا هو بيقول له أكدتها لك هذه أمامنا هنا أنخيل دي ماريا يسجل الهدف الثاني في هذه الليلة طبعا الكرة وسهولة المرور وسهولة اختراق نادي ديجون اللي خسر آخر 5 لقاءات خارج ملعب 4 في الدوري وخسرته اللي كانت طبعا امام فريق نادي ستراش نادي ديجون رغم ان تلقى هدفين لكن ليس لدي ما يخسره بقى بيلعب ويحاول العوده للقاء من بعيد ولكن كره تطلع الى خارج الملعب من اللاعب رقم 9 نيمار على طول تمرير التحرك المره دي من اللاعب اللي بيكمل شوف هنا مكمل مونيه في اللقطه الماضيه لكن يبدو هناك طبعا هناك رايه وادي امامنا صاحب ال 27 سنه ميسي 30 رونالدو 32 لسه المستقبل كبير وكثير دقيقه واثنين لا شيء عن خيل دي ماريا كافاني هل من مزيد ياتي كافاني بهدفه رقم 20 هدفه اللي بيعادل به رقم القياسي اللي عند زلاتان ابراهيموفيتش يبقى عنده 156 هدف لهذا النجم يصبح الهداف التاريخي بالتساوي مع زلاتان ابراهيموفيتش هدف للنجم ايدنسون كافاني هدفه رقم 20 هذا الموسم ايدنسون كافاني شوف امامنا هنا الكل داني الفيش ومبابي وادي امامنا الهجمه شوف الكرة بكين جوان ادي امامنا هنا نيمار بالكعب على طول ملعوبة حلوة قوي كرة العرضية من جانب اللاعب اللي كان متقدم اللاعب برشيتش ولكن كرة إلى خارج الملعب كرة حلوة قوي من جانب امامنا والتفاهم بالكعب حلو 25 نقطة 7 فوز 4 تعادل 9 هزائم وامامنا هنا بنتابع دراكسلر امامنا إلى نيمار انطلاقة نيمار روسييه لا يجد حيلة ولا يجد يعني ما يفعله هنا تغيير اتجاه يسقط في هذه الكرة نيمار العودة من الأجازة العودة 17 أدي أمامنا هنا الضغط والرقابة 2016 أدي أمامنا هنا 4 دول عربية تونس والمغرب ومصر والمملكة العربية السعودية وهنا محاولة ولكن يبدو هناك راية وهناك تسلل نيمار
مع البرازيل امام سويسرا وكوستاريكا وصربيا. القضى عليها دون اي يعني تدخل دفاعي ما بين سيدريك وما بين طبعا القائد وما بين ايضا اللاعب يامباري، ولم يحرك ايضا، لا حاول عليها الحقيقه الحارس ريني ولكن كانت في الشباك. ادي مهدي عبيد اللي استلم، مهدي عبيد وتسديده، لكن على طول هنا التعلق بقى المره دي من الحارس اريولا. اريولا مهدي عبيد، شوف الكره اتصلحت وامامنا اهو نفسه عاملها حلو قوي، واحده من الكرات اول اختبار لاريولا بعد الكره اللي كانت في بدايه المباراه من اللاعب جوردن ماري، وكره الى خارج الملعب ويطلعها امامنا اهو تياجو سيلفا، كره امام والدقيقه 15 على اخر دمارية، وهدف كافاني في الدقيقه 21. ونيمار كمان وكمان، المتعه تزداد كمان وكمان، لان النجم نيمار جونيور امامنا هنا بيضع هدف على الطريقه البرازيليه هنا في هذه الليله الباريسيه، في هدف انيق باناقه ويعني شياكه الاداء الفرنسي وبالتحديد اداء البي اس جي. قليل الحيله في الشوط الاول من اللقاء. ادي امامنا الانطلاقه، سامي الحدادي دخل بديلا للاعب سيدريك فارول، التبديل اللي تم في بدايه الشوط الثاني من هذه المباراه، وهذه اول محاوله كان بدا اللقاء عن طريق اللاعب جوردن ماري عاليه، ومحاوله هنا من جانب اللاعب امامنا اللاعب كون، يسدد كون امامنا، كره يطلع الحارس اريولا في هذه الكره، وهناك ارتباك وكره من جانب اللاعب اللي امامنا هو اللاعب الكوري اللاعب كون في المدرجات. ادي امامنا هنا بنتابع هجمه البي اس جي، هدف قادم لان بعض الصحف طرحت اسم طبعا الدوري الفرنسي لسنة ديارة. ادي الكره بتاعت النجم امامنا اهو، النجم نيمار من انخيل دي ماريا، و3 على 3 الكافاني عايز يبقى هنا، بيرشيتش امامنا يعمل كره عرضيه، كافاني نيمار لا يرحم نيمار في هذه الكرات، لا يرحم نيمار. ادي امامنا المدافع اللي امامنا المدافع الافريقي الوسطى اللاعب يامبري يعيد الكره لنيمار كانه بيقول له سجل يا نيمار، ونيمار لم يكذب الخبر وياتي بالهدف الخامس في هذه المباراه والهدف الثاني لي في هذه الليله وهدف رقم 13 في ديجون. ادي امامنا انطلاقه ومحاوله هنا للانطلاق مره ثانيه من جانب كافاني، والمره دي ترتطم ولكن تصل في طبعا المدرج الى كافاني نيمار، وهذه الكرات تبادل كرات وهنا المحاوله ونيمار المره دي اهو نيمار وكافاني، والخلاف كان على تسديد ركلات الجزاء ولكن هنا ياتي التعاون، وطبيعي يحدث يعني بين اللاعبين الكبار يعني في مثل هذه المباراه من نادي فولفسبورغ في منتصف الموسم الماضي. تعدي الكوره كرات يعني تاتي من كل حد وصوب اللي فيها طبعا يعني امكانيه تسجيل. المره دي كافاني ولكن الى خارج الملعب، كافاني الى خارج الملعب، اللي نفسه في حاجه النهارده يعملها يعني نادي ديجون الموجود النهارده اللاعب ماركينوس، انطلاقه من جانب نيمار يا ولد على التمريره، يا ولد على التمريره، لكن ما كملتش كافاني يعني اتاخر في هذه الكره، نيمار يمرر الى اللاعب مبابي، بص الكوره حلاوتها بيعدي، يا شفنا نيمار فاصل من المهاره، فاصل من الاجاده، فاصل من الهدف الجميل، الهاتريك امامنا، الهاتريك اول هاتريك على فكره لنيمار بالوان باريس سان جيرمان، وبالمناسبه هو الهاتريك الثالث هذا الموسم، فالكاو سجل في مرمى فريق نادي طبعا ديجون في الاشياء، ممكن تقول مباراه 1-0 او 2-0 والبي اس جي بيلعب بالضغط والتركيز، اللاعب روسيه امامنا اللي وضع نفسه النهارده في مواجهه صعبه، مبابي يا ولد نيمار يبقى فيها متعه، والمره دي بقى نيمار يقول لمبابي تعال احتفل، وادي الاحتفال هنا، احتفال بالعام الجديد في اول لقاءات حديقه المباراه بسبعه اهداف، ماذا تفعل يا نيمار؟ ابحث في هذا الموسم عن الالقاب وبالتحديد لقب الشامبيونز ليج. كافاني وركله الجزاء هنا في هذه اللقطه، تزداد الامور حسمت، خلاص انتهت، نيمار والحارس ريني ثبته كالمعتاد، ويسجل نيمار هنا في هذه الليله، وكافاني يصافح نيمار، والامور في هذه الامسيه في هذه الليله 8 لا شيء. بص هنا الامام